ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أحسن الله إليكم. السائلة أم علي من الطائف تقول بأنها امرأة لم تصم شهرين من رمضان بسبب شدة الحر، لأنها كانت تعيش في البادية وتقوم برعي الأغنام طوال العام، وكانت الحرارة شديدة جدا في ذلك الوقت، حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام. تقول كنت أبلغ من العمر 15 سنة، في حينها أيضا جهلا مني كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا، وهذا منذ 20 عاما، والآن أنا محتارة، هل أصوم ذلك أم أطعم، وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة؟ يجب عليها أن تقضي ما ترك الصيام من بعد بلوغها، وأما ما كان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه لأنه ليس بواجب. والصلاة إن قضتها فهو أحسن، وإن لم تقضيها فلا حرج، التوبة تهدم ما قبلها. وإنما قلت إن قضت فهو أفضل، لأنها لم تتعمد الترك تهاونا فيما يظهر، ولكن جهلا. وأما من ترك الصلاة عمدا متهاونا ثم من الله عليه واستقام فإنه لا يقضيها، لا يقضي الصلاة، وذلك لعدم الفائدة من قضائها، إذ لو أنه قضاها 1000 مرة لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن تعمد ترك الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا.